نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. تقول ايه؟ ماشي السيو يوزر واحد يلغي الحاجة اللي عملها يوزر اتنين. تمام دب ركز يا اسامة. انت عايز اللي عمل يوزر اتنين؟ ماشي تمام تمام جميل. نحط بقى الستيكي بت. ماشي تمام. بقى لون جديد اهو. ماشي انت عملت الايديت ليه الفانز؟ لا ما هنشوف دي الاول، اصل انا كده همشي على كل جروب جروب. تعال نشوفها الاول ايه نخليها على البيرنت الاساسي. اس يو داش يوزر وليكن 4. ماشي لا يوزر 3. تمام سي دي سلاش دبت يوزر 3 كان فين في السيلز. ماشي المفروض بقى ايه يوم ما يمش اف 4. فين اف 4؟ تمام مظبوط. يبقى لا صح، يبقى كلامك صح، يبقى السكيورتي تبقى ايه؟ على الدايركتورز اللي بره. طب ايه المنطق ده بقى؟ عشان ما حدش يرمي حاجه حد. ايه المنطق ان انا لما عملت سكيورتي على التبت لا لا احنا بنجرب. كده اللي تحت بس. يعني الحاجات اللي تحت. طيب ما هي الحاجات اللي تحت. لا اللي تحت الدبت بس. يعني الدايركتوري دي الدايركتوري بس الدايركتوري او اي فايلات تحت الدبت. تمام و ماينس تي على سلاش دوت و بلس تي على ايه على كل. خدوا تي كابتن ليه؟ خدوا تي كابتن ليه؟ لا عشان اصلا هنا ما كانش في بيرميشن اكس. لو كانت الاكس موجوده كان هياخد تي سمول. لا تفرق للاظهر. تفرق للاظهر. ما هو لو ده واخد اكس، لو ده واخد اكس هنا طيب يبقى كده اللي في سيلز هيخش ويب. مش الاكس فايدتها بتعمل سي دي. بس تعال بقى ده معناه ان محدش يعرف يدخل يعمل سي دي في التاب صح؟ جزء خمسة عملش حاجة واحدة بس. ماشي يا سهل بس هنخش في السيلز. ما انا ممكن اعمل حاجة المانجا هو المشكلة كده مش معايا في المجموعة. صح؟ صح ولا غلط؟ ماشي. وبيرميشن نوت بيرميتد هي بتطلع دايما بيقول لك وبيرميشن نوت بيرميتد مش بيرميشن دمايد. ام 6 مين اللي عامله؟ مش هيتم برضه. هو مش هيرمي بس الا ايه؟ الا اف 3. بيرميشن دينايد انت مالكش صلاحيه. هو بيرميشن نوت بيرميتد لا اللي هو انت العمليه دي محظوره ليك غير بيرميشن دينايد. بيرميشن دينايد والله مش مهندس قال حك مالك الناس بتسال في حاجات. وبيرميشن نوت بيرميتد تمام انت العمليه دي محظوره ليك فاهمني؟ انها بيرميشن دينايد انت اصلا ما تقدرش تعملها. يعني بيرميشن دينايد اكتر من اوبريشن نوت بيرميتد. بالظبط كده. يلا بقى اخر حاجه بقى الاكسس كنترول ليست.
في أسامة. في أسامة أنت يعني أنت بصي يا الإنسان الصراحة أضع على ما تفكر. هما كانوا برجين وطيرت واحد ولا طير التاني بس انتهى. A C L يعني access control list. دي فائدتها ايه ببساطة؟ ببساطة لا 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 سيبنا نتكلم بقى تمام. دي بتعمل ايه؟ انت عندك دايركتوري وليكن اللي هو اسمه ايه ويب اللي احنا عملناه ده دايركتوري صح؟ واخد المجموعة مين؟ واخد المجموع وضيفت مين؟ واخد المجموع و واخد المجموعة ويب صح؟ ويب دي تحتها مين؟ بالظبط يوزر مين؟ تلاتة مش فارقة. ماشي يوزر 33 يوزر 55 جميل والمدير تمام. ماشي دلوقتي كان مين الادمن بتاع المجموعه دي؟ روت اللي عمل المجموعه دي روت صح. كانت بتبقى ايه روت وويب. لا دلوقتي بقى انا هعمل ايه بقى؟ انا هعمل لكل اداره مدير. لكل اداره مدير يعني هاجي مثلا عند الويب هخلي المدير بتاعها يوزر ايه؟ ايه 5 الاوفر يعني. اه ماشي. الاتش ار هخلي المدير بتاعها مين؟ يوزر 1. السيلز هخلي المدير بتاعها مين؟ يوزر 3. فاهمني؟ كل يوزر بقى كل يوزر من دول هيدي صلاحيات للي تحته. فاهمني؟ يعني انا دلوقتي يوزر 5 انا المدير بتاع الويب ماشي. معايا مين في المجموعه؟ انا اللي هو انا يوزر 5 ومين تاني؟ ويوزر 6 تمام. يعني يوزر ده 5 بيخدوا روتين من المجموعه بالظبط كده ماشي. طبعا طبعا الروت هو اللي يعمل الكلام ده. يعني انا اللي هخلي تمام. فانت عندك ايه؟ الويب اهي الروت هيخلي يوزر 5 الاونر بتاع الويب وواحد الاونر بتاع الاتش ار وثلاثه بتاع السيلز. جميل ماشي. دلوقتي يوزر 5 اللي هو المدير بتاع الويب هخلي يوزر 6 يوزر 6 يريد بس مش رايت. هل انت كنت عارف تعملها بالبرميشن؟ ما ينفعش. فالاكسس كنترول ليست بتعمل حاجه بقى اللي هو ايه؟ بتسبيسيفاي بقى بتحدد صلاحياتك. يعني انا وانت في مجموعه واحده معايا بس ممكن اقول لك لا انت مش هتعمل حاجه. انا ممكن بقى كروت عند روت اهو عندي دايركتوري واخد ثلاث سبعات يعني اي حد يقدر يخش يحط فيه معايا. بس لو عملت له اكسس كنترول ليست اتحكم بقى في ان انا عايز يدخل ومش عايز يدخل. فهمت ازاي؟ الثلاث سبعات دي بقى ايه؟ دي كده بقى يعني عارف اللي هو ايه؟ بيرميشن فور بيرميشن بالظبط كده. حلوه الجمله تمام ماشي. دي قصه دي الاكسس كنترول ليست. بس شرط ان البارتيشن اللي عليه اللي انت بتتعامل عليه سواء الهوم او السلاش او كده لازم يكون واخد حاجه اسمها اي سي ال. اي سي ال هي اكسس كنترول ليست. لو مش واخدها مش هينفع تطبق اكيد لان هو اللي بيعمل عمليه الموت تمام. هنيجي وقت بقى ايه نطبق الاكزامبل ده مع بعض. تمام ماشي. اكسس ايه الكنترول ليست
هنيجي دلوقتي نعمل بقى ايه؟ هنعمل الدايركت اللي هو اللي احنا المثال اللي احنا عملناه هننتج عليه مدير لكل ايه؟ مجموعه او مدير لكل دايركت. ويبتدي المدير يحدد الصلاحيات. جميل؟ بالظبط. يبقى اول حاجه هنعملها ايه؟ احنا بنعمل كل يوزر اساسي. لا لا احنا مش شغالين احنا الدبت ده تحت مين؟ تحت السلاش. يبقى انا هخلي السلاش كله عليه الاكسس كنترول ليست. ده هو كده اتعاملت على كل اليوزر اللي جوه. لا وخد البارتيشن اللي اسمه البارتيشن سلاش ده عليه خد الاي سي ال. يبقى انا كده اقدر اشتغل بالاكسس كنترول ليست. لو مش واخد الاي سي ال يبقى انا ما اقدرش احط اكسس كنترول ليست. يعني خلاص كده سلاش خد اي سي ال. خلاص ابتدي بقى اشتغل مش كل اللي تحته بقى ابتدي احط اكسس كنترول ليست على اي حاجه انا عايزها. اوبشن بديها زياده اللي هو البارتيشن دوت اديته اوبشن ان هو تحت الملفات العرض. قصدي ان اي بارتيشن تحت السلاش العمليه دي لازم برضه ياخد اي سي ال. كده كل بارتيشن ده خد اي سي ال بس ايه هتلاقي بقى الاي سي ال بتاعتها فاضيه انت بقى اللي بتبتدي تحطها لو انت عايز. فاهمني؟ ده اللي هنعمله مع بعض. يعني انت خدت اي سي ال السلاش ورايح نفس كده بالظبط. تمام. بص الاول معايا انا روت اهو. تمام. سلاش اول حاجه ماشي عندهم اسمه ايه موت ده هناخده بتفصيله قدام بس ايه ما تشغلش بالك بالوقت. هقول له جريب جميل اي سي ال ما جابش اي اي سي ال ماشي. هرجع ادخل اي سي ال هقول له ماونت داش او ريماونت اي سي ال على السلاش. بالظبط كده. فيتشرز بديها على البارتيشن ده هيعمل وظائف زياده. ده الامر اللي هيعمل اي سي ال على السلاش. اهو خد الاي سي ال خلاص اهو. تمام كده ابتدي اشتغل بقى بالاي سي ال ماشي. هاجي بقى بص اللي بيجيب الاي سي ال اسمه جيت جد اف اي سي ال. يعني ايه هات لي الاي سي ال بتاعت مين الدبت. قال لك ايه اسمه دبت والاونر روت والجروب روت اليوزر ده كده الشغل العادي جدا مفيش وقت اي سي ال على الفايل ده على الدايركتوري ده ماشي. مفيش اي سي ال. اول حاجه دلوقتي انا هعمل ايه هغير الاونر بتاع كل دايركتوري صح ماشي. تشينج اون لمين اول حاجه يوزر واحد ده خد مين الاتش ار. يوزر 3 خد مين بالظبط. يوزر 5 خد مين الويب. تمام. ال ال داش ار على سلاش دبت اهو مظبوط. ده الادمن ده الادمن ده الادمن ما عادش فيه ايه ما عادش فيه روت خلاص. جميل ماشي. دلوقتي بقى هخش بيوزر واحد واللي هعمله على يوزر واحد عشان ما نعرفش نكرر بقى هيطبق على باقي المجاميع خلاص. اس يو داش يمين يوزر واحد خلاص انا دخلت بيوزر واحد. تمام. انا دخلت لسه ما عملش اي حاجه ماشي. هبتدي ايه ادي بقى اكسس كنترول ليست على اتش ار. بص الاول جيت اف اي سي ال الاذر ايه. تمام كده كله ديل بيرميشن العاديه. لا خد بالك بقى انا عايز اليوزر اللي اسمه اللي معايا مين اللي معايا في المجموعه مين اللي معايا في المجموعه بالظبط. هقوم قايل له بقى ايه ست اف سي ال وهديله عشان اللي بيحطه بقى الاكسس كنترول ليست اوبشن اسمه ام من اليوزر يو مين يوزر 2 ده اللي هيبقى الليدر بتاع تمام.
تمام. يوزر 2، يوزر 2 عايز يعمل ايه؟ نخليه يبيت بس. يبيت بس. يوزر 1 هو المدير، هو اللي بيتحكم دلوقتي. ماشي. يوزر 2 اخليه يعمل ايه؟ يبيت بس. على مين؟ على اتش ار. تمام. هات بقى جيت اف اس ال، قال لك ايه؟ دي الديفولتات. بعد كده بدا يقول لك بقى ايه؟ خد بالك فين، قال لك يوزر جوب اذر ده العادي. بعد كده قال لك يوزر يعني الديفولت بتاعه اليوزر اف دبليو اكس. يوزر 2 بقى لا ريد بس. ماشي. تعال بقى ايه نتنقل يوزر 2. تمام. قال لك ايه؟ رغم انه واخد ايه؟ بالظبط. يعني ما اعرفش حتى السي دي. لان السي دي، السي دي تبع الاكس. اكسس كنترول دي جامده جامده. وبيعرفها في الامتحان بغباء. ازاي بقى؟ يلا بس يا اسامة. ازاي تشوف الاكسس كنترول ليست؟ دخلت تاني بوزر واحد اهو. ماشي. طب الاول بس اي حد شوف لما بيحصل اكسس كنترول ليست بياخد ايه؟ بيتحط له بلس في ايه؟ بتبقى ديجيت رقم 11 في خانة البرميشن. دي معناه ان هو واخد اكسس كنترول ليست. حد عنده اي اقتراح قبل ما اشيل؟ يعني اي حد عايز يقول اي فكره في الاكسس كنترول ليست؟ فكر. ينفع احط يوزر يوزر؟ طب تعالى نجربها. ست. لا 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 هنشوف هنشوف ما تقلقش. بس هو دلوقتي بص يوزر في مجموعه ثانيه هينطبق على ايه؟ على الاذرز. اه صح. ماشي. يبقى ست اف اس ال. تمام. يعني الاذر كلهم ما يكرروش بس انا عايز واحد بس زي. ماشي ماشي. يعني ناخد مثلا يوزر 5 اللي هو الادمن بتاع الويب. جميل. او اللي هو الاذر. ماشي. مين؟ يوزر 5 وهديله اف دبليو اكس. تمام. على اتش ار. مش معترض داش ام. هو انت ما ينفعش تغير بس. طب تعالى كده لو لو دي لو صح يبقى اللي في دماغي صح. ايه؟ ما 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 ينفعش اغير الاثر. ما ينفعش اغير الاثر؟ لا كده خليته اونر. مش اونر، هو ضمن اليوزرز اللي معايا. تعالى بص نشوف الاول جيت اف اس ال. ما بستعملش هو خالص حتى. اه انا بستخدم اليو بس. يوزرز هو الاكسس كنترول مش هو. وبتستخدم الاذر بس المفروض ان الاذر يوزر هو الاكسس ليست. لا لا الاذر ما 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 بتحددوش حد. بص هنجرب دي لو اشتغلت نجرب تاني بالاثنين. مش هنحط يوزر في الاذر. فاهمني؟ مش وقت انا دخلت خاص بخمسه. تعال نطلع ونخش بخمسه. عشان الاستكيبات صح؟ طب هو بيجيب اليوزرز اللي على السيستم كله.
بس الازرق برضه شغال. طب تقف ليه في النص مش عارف؟ لا عادي ما يعني يوزر من جروب ثانيه يقدر ياكسس اي الحاجه بتاعتك. تمام كده. المهم بقى تعالى بقى ايه نغير بس موضوع الازرق دوت ست اف اس يقدر يعمل ريبورت. ما هو انا اديته اف دبليو اكس. يعني لا بس خد بالك ما يقدرش يعمل ريموف عشان الستيك بت موجوده. ما هو ما عملش ريموف ما قال لك ما بصش النو بيرميشن. يعمل ريموف لنفسه. لنفسه لنفسه. بتعمل اوفر رايت على لا 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 الاستيكي بت بص دي بمشن ما فيش حد بيعمل على اوفر رايت من النهايه. ماشي الاوفر او دبليو اكس على مين اهو تقول له كده بس انت في انت في لازم انتش محدد عندك جزء بعيد يعني. لا جيت اوف في السؤال. طب ما عملهاش لازم. ملهاش لازم صح. اهي. ملهاش لازم برضه. بس انا بس هم دلوقتي خدوا اف دبليو اكس. هل اصلا هم واخدين اف دبليو اكس في البرميشن؟ اتحطت لها تصدق اتزودت لها. ملهاش لازم. ما انا ممكن اعملها بالماشي. طب انا اصلا ما عندي بعيد. انت عايز حد بعيد. تمام جميل ماشي نظبط مع بعض. لا ما خلاص بالفيديو مع الفيديو. المهم عشان تشيل بتشيل باكس. كده انا شلت اليوزر وشلت اليوزر الاثنين اللي انا مدخله الجمهور الساعه 8 وربع ما تقلقش يعني 5 وربع اصلا 5 الا ربع وربع خلاص يا جماعه مش هنختلف عشان هسجل عشان هختلف عشان هختلف عشان هختلف مره كده لو سمحت 3 ونص 3 داش اكس بس سؤال بس عشان في حاجة مش متظبطة. هو اليوزر بيتشال بحاجة معينة سنتكس معين والنظر بيتشال بسنتكس معين؟ خلاص داش بي بيشيل كله. بيشيل كله؟ داش بي
زائد جنب الملف.